كما استنكرت عائلة المرحوم علي بن ناصر بوجندل الافتراءات المغرضة على مملكة البحرين من النظام القطري وسلوكه العدائي الذي لا يمت لاخلاق الاخوه بصله ولا حق الجيره والنسب، كما اكدت العائله وقوفها صفا واحدا خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى، والمضي قدما في مسيره الخير والعطاء في ظل العهد الزاهر لجلالته ايده الله.